انتي برضو جيتي؟ انا مش قلتلك عايزه انام يا شيخه؟ نامت عليكي حيطه، انتي عبيطه يا شيرين. انا لازم اعرف ايه اللي حصل. انا ما اعتمدش على دماغك دي ابدا. قوليلي ايه اللي حصل بالظبط. مفيش، البنت اللي كانت معاه طلعت مديره اعمال داليا فهمي الممثله، يعني كان حاجه كده زي اجتماع عمل. يا سلام، وحلوه بقى البنت دي؟ كويس، عاديه يعني. هي كده بنت في روحها قوي، فاهمه قصدي؟ المهم طمنيني الاول، انتي قلتي له عرفتي مكانه ازاي؟ لا طبعا، قلت له انها صدفه. برافو عليكي. شوفي بقى يا ستي، حتى لو الموضوع شغل، طالما البنت حلوه يبقى ده جرس انذار ليكي يا شيرين. انتي بتقولي بنت كده في نفسها، يعني رقه ولبس مش عارف عامل ازاي ولقطه حلوه. واذا هي بنت في نفسها فانت يا شيرين راجل قوي في نفسك. قطع لسان اللي يقول كده، انا كلي انوسه على فكره. اه والله، انت بتبصي لي كده ليه؟ عشان بالاسدال يعني؟ طبعا. اهو يا رب. ايه؟ في ايه؟ عشان مقفله شويه يعني؟ الدنيا بردت يا رانيا، ما انت فاهمه. دي حلوه والله.